اسمح لي بابنا في العراق كثر اتمنى الجميع ان يحدثك يا شيخ. الو السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اخ عبد الكريم من العراق، تفضل. تحيه لك اخي الفاضل وتحيه للشيخ الزغبي محمد و اسمحوا لي انا بصراحه يعني منذ زمن احاول ان اتصل بكم ولا استطيع، والان قدر الله عز وجل. يا اخوه تفضل. انا من بغداد. نعم. أناديكم من بغداد، من ذا أصابك يا بغداد بالعين، ألست قد كنت يوما قرة العين؟ أنا أناديكم من العراق يا خليلي، هل في مصر عين حزينة تبكي على بغداد لعلي أعينها؟ يا شيخ محمد. نعم. أنا كنت معتقلا عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء، وحملوني أمانة، قالوا لو نفد من أهل الإسلام من ينصرنا استنجد بروسيا، استنجد بأي إنسان ينقذنا. حملت نساؤنا سفاحا في السجون، قتل أهل السنة ومحمدا ونبيا، حرقت اللحى يا شيخ، وضع في أدبار الشيوخ، طلب مني أن أحكي نكتة على أمي عائشة وعلى أبي أبي بكر، فأبيت فبصقوا في وجهي، فوضع النجاسة على لحيتي، انقذوا أهل السنة ومحمدا ونبيا وإسلاما. حملت نساؤنا دفاع، حملت انقذوا أهل السنة، انقذوا أطفال أهل السنة، جعلونا في الشوارع، حرقونا لأن في عمر وبكر وعثمان، وما لنا من أصحاب رسول الله ونحن في السجون. قالوا احكي لنا نكتة عن عائشة، قلنا لا، فقطعوا أصابعنا وقلعوا أظافرنا. يا شيخ إني أحملك أمانة، اللهم اشهد إني بلغت، رأيت فتاة تغتصب وتقول والله أنا باكر، والله أنا حافظ القرآن، ثم قالت تنادي من يذهب إلى رسول الله ويقول عز الرجال عز الرجال، عرض رسول الله ينتهك يا شيخ. اسمع، بلغتك وانا لا زالت اعراض الحرق على مكان حساس في جسمي، لاني فقط ابني اسمه عمر وبنتي اسمها عائشه، لقد حرقوا طفلا في الفرن ووضعوا عليه البصل لان اسمه عمر، عمره 3 سنوات، وقدموه لابيه. ماذا؟ اللهم اشهد، اللهم انقذنا. هل من مغيث أما من معتصم من يغيث أما من ابن تيمية؟ معكم الله أخي عبد الكريم، نسأل الله جلت قدرته أن ينصركم على أعدائكم وأن يعيد للعراق عزها وكرامتها، ولأهل العراق اصبروا وصابروا، فالله معكم، الله معكم، الله معكم، نحن جميعا معكم. كل الذي نملكه على هذا المنبر أن نقول كلمة الحق، وأن ندعو عامة المسلمين أن يرفعوا أيديهم للسماء للعظيم للقادر على كل شيء أن ينصركم بإذن الله، نسأل الله ذلك. اصبروا وصابروا وأنتم إلى خير بإذن الله، قلوبنا معكم، حفظك الله يا أخي عبد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله.